لازم اقتله. تقتل مين وعشان مين؟ سيبني بقول لك يا جدع. تقتل جاسر عشان حميدة؟ جرايه امال حميدة زي السبيل، العطشان بيحاول ويشرب. بحبها. ما تبقاش مجنون، حميدة بتاعت الكل يا متولي. حجار عندي طال الجبل ولا يعلى عليك سلطان. اسلم يا ريش علاء. جاسر هو البريمو. سامعين؟ انا البريمو. كل الحجاره دي بتلاعب. لو انا كان كلامكم جبل. اسلم لنا يا جاسر. الحقيقه انت النهارده وفرت علينا شغل جمعه بحالك. الريس علاء انا علاء البريمو. ما علاش علاء البريمو. حميده تقل عليك. بكره تجيبك الارض وتقلبك بالبريمو للترسو.
منه جاسر يا ولاد. بيت يا نعمان، مش هو ده جاسر ابن الحاج مبارك؟ جاسر اللي كان مسجون؟ ايوه، اللي قتل متولي عشان حميده. هو ده يا حليوه. انت يا جدع، انت اسمع يا عم، اسمع. مش انت جاسر ابن الحاج مبارك؟ ايوه انا جاسر. بركه يا جاسر اللي طلعت بالسلامه. الله يبارك فيك. هروح اقول للخالف معيش. قوم يا بنت فرحيهم. هو انت تقوم من النوم تنام تاني؟ معيش سمع يا اخي، قوم كل. ايه ده كله انا؟ كل وانت فاكر. عاوز تقول ايه؟ اقول ايه؟ والله انا عارف من غيري كنت اعمل ايه يا ريس. طب كل وانت ساكت. جاسر اللي قتل متولي علشان حميده؟ هو بعينه مصيبه ونزلت علينا. مش ابن عمتك؟ ده انت قلت لي بعدمه لسانك ان ملوش غيرك في البلد. عشان كده بقول لك مصيبه ونزلت علينا. طب قوم اعمل لك هم. همه ايه وهباب ايه يا نرجس؟ يا رجل قوم جيب لنا راس سكر نبل الشربات. يا نرجس انا حلت اللضا، ويعني ما يجينيش الا في الايام الزحل دي. طب استنى، رايحه فين؟ هتاكليه ورا اخر؟ يخش السوق ده كنز بتكبيش منه وتجيبي. والله ما انا عارف من غيري كنت هعمل ايه يا نرجس. خد اعمل راجل وقف وسط الرجال. مسير الحايس. لا والله وحشت الجبل ورجالة الجبل. نورت البلد بحالها يا جاسم. طب والعيش والملح السجن مغير منك حاجه؟ زي ما انت زي ما انت. طب وشرف ابويا؟ زي ما كنت البريمو في الجبل برضه كنت البريمو في اللومات. انت راجل ولا كل الرجاله؟ ما تخافش عليك في اي مكان يا جاسم. كان بياكلوك ايه في اللومات؟ مفتاح. والله نورت البلد يا جاسم. ماشي ضيافه مش في اوانها يا نرجس. مش ابن عمتك هو يعني غريب؟ ايوه يا نرجس، بس يعني انا الراجل خايف من سجن ومتعشم فيه، وهو لما يشم نفسه هيدور على رزقه. ما باليد حيله وضبينه منامه. شوفك بطل في الجبل ان شاء الله. باذن الله. تصبح على خير يا جاسر. باذن الله. تروح نار الجبل يا جاسر. الله يكرمك. انت الفل يا جاسر. يا ريس. مع السلامه. خير يا جاسر. باذن الله. ربنا يعافيك. تصبح خير يا معلمي. بعد اذن بكره ان شاء الله. سلام عليكم. مع السلامه. مراتي نرجس. اهلا وسهلا. اصل اسماعيل يبقى ابن خالي. عارف هو انت ابن عمته وحبايب من صغركم. تمام كده. المناقه بتاعتك ايه يا جاسر؟ قلت ايه؟ بس انا خايف اضايقكم. تضايقنا ازاي؟ ده احنا اهل والبيت بيتك يا سي جاسر. الله يحفظك. تمسى بالخير. كنت من اهلك. انا حاسس اني عاوز انام اسبوع. الله يكون في عونك. الخمس سنين اشغال شقه. طب اسيبك انا بقى عشان ترتاح لك شويه. تصبح على خير. وانت من اهلك.
يقرا لك ايه يا راجل؟ عايز كمان. طب ابعد عني. يوه عايز انام. ايش فضايع؟ يوه مال بقى يا راجل اوعى. ليه ديما؟ جاسر خرج من السجن وصل البلد النهارده. وهو فين؟ نزل عند اسماعيل ابن خالد. حميد عايزاك. أنا؟ ليه بقى؟ مستغرب عن عمري؟ أيوة جاي. أنا بدي أروح المطحن. طب ما تروح، وإيه اللي حايشك؟ جاسر. إشمعنى؟ هيصحش أخرج وأسيبه في البيت. روح صحي وخده معاك. مش أحسن برضه؟ أيوة أحسن. اصل انا هفية. الله 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 الله، انت زعلت يا نرجس؟ خدني من الشارع، خايف عليا. لا انا ما اقصدش. امال ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ خلاص ما بقولش، اديني ماشي. عنده حق، انا جسمي حمدان. تعال اغسل وشك. اسماعيل حكى لي عنك كتير. بالخير ان شاء الله. بيقول انك شقي. اسماعيل طول عمره هادي، وكان بيعتبر عمالي شقاوه. هو انت بتعتبرها ايه؟ فتولد شباب، لو ليا ولا عيل يشغلنا نعمل ايه؟ قادر نخش السجن برجليه وحياتك مره واحده، وبعد كده اتنصحت وبرضو
ناوي تتشقى؟ على خفيف. هروح احضر لك الفطار. تسلم ايديكي. السلام عليكم يا رش علان. اهلا جاسر، ازيك يا راجل؟ كفاره، ازاي احوالك؟ الحمد لله. اتفضل اقعد. انا جاي لك وانا عشمان، عايز اشتغل. قدام شويه يا جاسر. ايه الحكمه في كده؟ تكون نفضت عنك غبار السجن. غبار ايه؟ ان كان في السجن في غبار، هنا في رمل وحجاره. انت اصلك مش فاهمني. هنا في برضو اخوان ليك فاهمين حكايتك غلط. طب ما تفهمهم الصح. او ده بقى الغبار اللي بتكلم عنه. متأكدين انك انت قتلت زميل ليهم؟ الحكايه ما كانش فيها قتل. انا فاهم الحكايه كويس. طيب امهلني اسبوع كمان. امرك. مع السلامه يا جاسر. مش هو ده اللي قتل متولي؟ ما قتلوش ولا حاجه. واحنا يعني هنفهم اكتر من النيابه. يا راجل ابعد عن الشر وغني له. انت ناقص؟ قتل ولا ما قتلش؟ اهو خريج سجون وخلاص. نعمين ست كل. ايه الاخبار؟ اللي وادي البرج ده بتاع المباحث اللي اسمه بندق، تعرف انه تيلم وكلح، جاء النهارده ومعاه شلته، لعب بتسعة ونص مشاريب ومشي من غير ما يدفع حساب. ايه الاخبار؟ عمدة ميت حرفية جاء النهارده ثلاث مرات وسأل عليكي، وقال انه راجع تاني، وده باين انه عايزك ضروري قوي. ايه الاخبار؟ سمعتي اخر نكتة؟ انما نكتة انتيكة قوي. بيقول لي كم مرة في واحد قاعد على القهوة. ايه الاخبار؟ جاسر راح قابل شعلان في المحضر. واشتغل؟ لسه. امال ما جاش ليه؟ انت فاهم انه بقى جاسر بتاع زمان يا استحميده، ده بقى رد سجون، وانت بقيتي اخر حلاوه، ابدع رجاله بتركع عند رجليكي. عايزين يعيشوك في جنه، تقوم تسيب انت الجنه وتخش النار. ده مش نار يا فلوكه، ده الزريق. ما تحملش هم، هو ما فيش غير شعلان. هو اللي محتاج لي اكتر. من يوم ما سبت المحجر ما لقاش بريمو زيي. امال ايه اللي مضايقك؟ خايف لا اتقل عليكم. لا لازم المنامه مش عاجباك. لكن وشرف ابويا يا جاسر، لو عندي مطرح كمان لفرشولك حصير سباعي. هو معقول هتعز عنه ايها شيء؟ انا رقبت الجاسر. تعيش يا سمعه. اعمل لكم شاي؟ مفيش لزوم. مسا بالخير. وانت من اهلك. شوف يا جاسر يا اخويا، لو كان لك نصيب في لقمه هتجيلك لحد عندك وتاكلها. تصبح على خير. وانت من اهلك. انا رايحه السوق بكره. ما كنت هناك التلات اللي فات يا نالس. وايه يعني؟ والتلات اللي قبله. وايه اللي جرى؟ ما كل النسوان بتروح السوق. واللي قبله واللي قبله برضه. دي انت هتعدهم عليا ولا يعني يمكن بروح اتمسخر؟ هو انا قلت كده برضه يا نرجس؟ ولا عايزنا نتكل عليه؟ علشان نبات احنا الثلاثه من غير عشاء. وضح حسك بلاش فضايح. يو دي اوعى عمار، عايزه انام. انت بتزعلي عوام كده ليه يا نرجس؟ ابعد عني. طب والنبي تديني وشك يا نرجس. لا هنام. ده دي يا كتاكيت يا ملاك، نزليني والنبي يا خال. على عيني يا حبيبتي. شيلي تاني شيء. يلا. صباح الخير يا عم خميس. عايزك تخطفي رجلك لحد عازر بسطاويصي بشكتي بالشوي. ليه؟ عاوز كتاكيت؟ ايوه. جدع كويس وكسيب.
طريقه فين ده؟ تعالى وصلي. طب شيل. على ما حسن جاسر. ازاي حالك يا جاسر؟ الحمد لله. وحشني والله يا جاسر. ما تشوفيش وحش. انا دريت انك خرجت من السجن، قلت انك هتسال عني، لكن الظاهر ما بتسهرش زي زمان. صح. بتبيت عند اسماعيل. امال بيت عند الغرب. وانا غريبه عنك يا جاسر، ده انا كنت بعد الايام. تعال معايا. انا راح السوق. ما انا عارف ومش عاوزك تروح. ودخلك انت ايه، اروح ولا ما اروحش؟ مالكش مصلحه هناك، لا هتشتري ولا هتبيع. روحي لحالك. رايح وراها يا جاسر. لو عرفت نرجس بتروح فين هتدخل السجن من تاني، وانا مش عاوزك تتحبس. اول مره كنت انا السبب، كفايه. خليك مع اللي كان السبب ومالكش دعوه بنرجس. لمي لسانك وبعدي عن سكتي. سكه الندامه يا جاسر، بكره هتشوف وتقول حميده قالت. صباح الخير يا حاج. يسعد صباحك يا اخويا. ما تعرفيش نرجس الاقيها فين؟ نرجس بتاعت الكتاكيت؟ ايوه ايوه. اسال عليها بتاعت الجبنه، هي بتقعد هناك. متشكر قوي. قولي لي يا خاله. نعمين يا اخويا. نرجس ما جاتش النهارده؟ جات ومشي. راحت فين؟ هي كده ملهاش مطرح، تبقى جنبي وبص الاقيها دابت زي الملح في الماء. نرجس مش كده؟ مستوية بدارة. تعالي تعالي. أعمل إيه؟ أبويا مات من هنا، لقيت الفلوس معايا زي الرز. قلت أتجوز بحراوية أمتع نفسي، ويوم ورا يوم صرفت اللي حيلتي. اه. انت ما انتش غريب يا جاسر يا اخويا، انا النهارده ما حلتيش ولا 20 خرده. لكن بيني وبينك بقى، البت نرجس دي طلعت اصيله قوي. اه، رايحه السوق جايه من السوق زي المكوك، مش مخلياني محتاج لاي حاجه ابدا. تربي كتاكيت، تبيع بيض، جبنه، زبده، لبن، اهو اللي بتقدر عليه بتعمله عشان تساعدني. اي والله. يا سلام، بنت حلال صحيحة والله. جبنا سيرة القط جه ينط. عواد. ايه ازاي الحال النهارده يا نرجس؟ جبرت. حلاوتك ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ احنا لينا بركة بس جاسر. جالك كلامي؟ روح يا شيخة، ربنا يخلي لنا كتاكيتك. انت مش بتتعشى معانا؟ لا. امال انا جايبه اللحمه لمين؟ ماليش نفس. اشطف اللحمه وحطها في الحله على المخرط بصلتين. عينيا. Thank you.
صباح الخير. يوه اخفى علي، هو انا صحيتك؟ انا صاحي. طب ما تشخطش، واهلي صحاك من بدر. انا ما نمتش طول الليل. واهلي منيماتش. امبارح رحت السوق وسالت عليكي، قالوا انك انت زي الملح، يا دوب تظهر يا دوب تدوب. بتدوبي فين يا نرجس؟ ما انا قدامك اهو، شايفني دايبه ولا شايفني دايب؟ انت اتدوبي بلد بحالها. عين الحسود فيها قوي. ان شاء الله عدم عينيا. بعد الشر علي. انا اول ما شفت قلبي فض وخفت على نفسي. لا تتحبس تاني. لا يا اخوي، انا حاجه وحميده حاجه. انت كل حاجه وحميده ولا حاجه. يوه اختي شمار نفس. يوه تعالى لم معايا الفراق. وده وقت فراخ. اشتغل وبيكسب، ايه لزوم قعدته معانا؟ ما بتقول انا ليه؟ يكونش ابن عمتي ومش دريانه. شوف لك صرفه معاه. ما تقول اقوله اطرده وهو مش لازم يحس. اي اخوي، من ورايا يبقى لسانك دراعين، ومن قدامه تبقى زي القطه الكمشانه. اوجي يا اهل الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ليه ده كله يا جاسر؟ والله ما كان له لزوم. اتفضل خيركم. يا راجل ما تقولش كده، ده احنا اهل. لكن انت مش قلت لي كنت رايح تتونس مع نجيب؟ اه، كنت اتونس الليلة دي مع نرجس. كده؟ اه. طبعا يا زنوكم. رايح فين؟ لا، ما انا كنت جايب شوية الفاكهة دي ورايح اسهر مع اسماعيل. لقيته عاوز ينام بدري، هروح انا اشم شويه هواء. عن اذنكم. اوعى تمشوا من بره وتقفلوا الباب. تبقى لازم بقى رايح لحميده. يمكن انا والهواء. اوعى ايدك يا جدع.
الشانون. المزاج يا رئيس جاسم. انا ما طلبتش حاجه. على حساب السن. خد يا دمعان. انا لما احب اشرب مزاجي اشربه بمزاجي. وعجب الناس كلها. المهم اني يعجبك انت. انت دايما بتنسي انك بتاعت الكل. لازم نرجس مزعلك يا روح قلبي. انت هتبطل يا بت ولا اقعد علشانك. انت كده تغوي عكنانه تطلع ايه حته البحراويه دي اللي مدوخك وراها زي الفرخه الدايخه. هو انا ناقصك؟ انا جاي هنا اروق دماغي مش هتعجبني. لازم رايح السوق. تمام. امال كنت جاي ليه؟ كنت مستنيه لما يفتح. الله. هو جاسر جه؟ لا لسه زمانه جاي. يا جاسر شارل كده ما تقول لنفسك امال. حضرتك امشي. امشي ازاي؟ ما تحط ميه في اللغم الحجر ترشق تحت رجليك. ولا السجن نستكفى طول الشغل. ياسر! طيب انا هوريك. وده اسمه كلام؟ ايه ده اللي انت عملته؟ حتى يا ريس. هو تضربه؟ بس متضايق شويه. هو ذنبه ايه؟ اهي غلطه. غلطة يعني. والمرة اللي فاتت ما هي كانت غلطة برضه وخدت فيها 5 سنين. مش تقعد بقى وتخلي بالك لطول؟ اطمن مش هتتكرر. روح انت. ضيع اعصابك ما تخافش. يوميتك محسوبة. يلا. ياسر في عرق شيطان يا ريش علان. فضت شغلك ليه؟ انا كنت هخش السجن تاني. يا ندمتي ليه؟ حد من الرجاله جاب سيره حميده.
لا، جابوا سيرة نرجس. أنا؟ أنت صدقتيني؟ أنا أصلي روحي ضيقة اليومين دول. واللي حكي لي على مناخير أبو زكتور الهايج. يعني أنت دلوقتي تعبان شوية، حبة برد. يا سلام. كم جوزك كتاكيت النهاردة يا بنتي يا نرجس؟ بربع جنيه يا خميس أفندي. ولو قلت بجنيهين حلال عليك. تعيش يا خميس أفندي. أبو سعد عاوز يشتري كتاكيت. ما يجي هين وبين البايع والمشتري يفتحر. ايه اللغو اللي جدت عليك دي؟ اهو كده اللي عاوز يشتري اهلا وسهلا ويجي لغاية عندي. مالك النهارده يا نرجس؟ ماليش وهنا كده كده. طيب يا نرجس، اذا كان نفسك في حاجه قولي، ربنا محنن عليا والاشياء معدن الحمد لله. نفسي انك تهدى شويه. ما انا هادي اهو، كل ما اروح في حته تلف ورايا. غصب عني. انت بدك تخرب عليا، سيبني في حالي. مش قادر يا نرجس، صدقيني مش قادر. طب واخرتها؟ اخرتها اخرتها زي ما يكون، يعني هعمل ايه؟ اسماعيل بارك في البيت وانت مش عايز تقدر. انا مقدر والله مقدر، وانت عندك كده كلها. نرجس نرجس نرجس. العافية يا بحراوية. اهلا ست حميدة الغزية. الله، ده انت عارفاني اهو. ومين في البلد ما يعرفكيش؟ قالوا اسماعيل عيان، جيت اشوف. شقي على ايه؟ روحي شقي على النصبة بتاعتك. مالك انت ومال اسماعيل؟ ولا انت من بقيت اهله؟ طب بلاش اسماعيل، جيت اشق على جاسر. قلت ايه؟ قلت انك رمية. يا دي عايزه مفهوميه. انا مش رميه ومش جايه له هو، انا جايه لك انت. انا لا اعرف غوازي ولا احب اعرفه. البلد من صغيرها لكبرها عارفه ان جسر بتاع حميد. البنات والصبيان قالوا غنوا على جسر وحميد. بطلوا ده واسمعوا ده، حميد شلها يا حميدة، حميدة بتاعت الشيلن والنصر. يا والله وعرفتي تتقصعي. ده انا مولودة من بطن امي متحزمة. جرايه يا بنت، انت جاية تبكتيني في داري؟ ما انتش بتاع الجاسر، عيش راجلك واقتنعي. هو ده يكون ايه جاسر اللي بيتهافتوا عليه؟ ده انا اصلي بحراوية. وانا حميدة بتاعت الغرز. عشان اللقمة على المشاعر. لو نصيبي اداني ما كنتش اخون زيك. هو كلام يا ودني، اسمعي من هنا وطلعي من هنا. مش داخل راسك يا عين، عشان بتاكلي خيانه وتشربي خيانه. بحراويه على حل شعرها ملهاش كاسر يكسرها. اخرجي قطع لسانك. على يد انا هتكون فضحتك بجلالك، هقوم عليكي اهل البلد، هخليهم يرجموكي بالطوب والحجاره. اخرجي من بيتي يا غزيه. خارجه، انا خلاص قلت اللي في قلبي. استني، خدي حق ما ضيعتش في مشوارك. مش يمكن زبون سأل عليكي كده ولا كده وقالوا له انك مش هنا؟ يا ريته كان حلال، ما كنتش قلت لا.
الا يا خساره، محدش عارف النص ريال ده جاي منين. خد هدمتك وروح وراها. حصل ايه؟ اللي حصل راح وانتهى. كانت عاوزه ايه؟ هو ده، خد هدمتك وامشي. انت بتسمعي كلامها؟ ده كلام الكل، البلد كلها بتقول كده، حتى اسماعيل من قدامك بوشه من وراك بوشه. وافرض ان احنا نقدر نضحك على اسماعيل، هنقدر نضحك على البلد كلها ما دام اتجرأت الفجره بتاعتك وجت لحد هنا. معنى كده ان البلد بتاكل في صيرتنا اكل. أنا كنت عايشة مستريحة قبل ما أشوفك، ومن يومها بخاف منك أكتر ما بخاف من إسماعيل. وأنت تطلع لي إيه؟ لا من لحمي ولا من دمي. عاوز مني إيه يا جاسر؟ سيبني في حالي يا أخي، ابعد عني، روح للغطية بتاعتك. اضربني، موتني، لكن ما تروحش للبحراوي. للبحراوي أحسن منك. أنت أعمى ومش دريان. دي هترجعك السجن ما تخرجش منه. وانت مالك؟ ايه اللي بيني وبينك؟ بحبك يا جاسر، خايفه عليك، مش عايزه منك حاجه غير انك تكون موجود في الدنيا مرفوع الراس. بس انت بعدي عن طريقها، ولو اتعرضت لها تاني انا هتحرك. وانت لو رجعت لها تاني انا هفضح، همشي في كل حته واقول نرجس مرات اسماعيل بتخونه مع ابن عمته في بيته وعلى فرشته. ما تسيبنيش يا جاسر، ما تسيبنيش. وصح جاسر حيث من عندنا؟ ايوه. هو سبت ابن عمته ليه؟ وانا ايش عرف؟ لازم ادخل. وانت مالك يا بنت؟ خدي الهدوم دي يلا علقيها. طيب. يلا بينا. يلا. خلاص يا سلحة؟ ايوه يا ابا. بنتك دي يا ريس علان؟ ايوه، ما انت ما توقعش عليها، كانت على ايامك لسه صغيرة. ما شاء الله. ربنا يخليك. اتفضل. ادي بيتك الجديد. وانت ما تحملش هم توضيب الاوضه، الاولاد هيوضبوها واحنا في المحضر. وانا لسه هتاجكم معايا. انت بقيت جاري والنبي وصى على سابع دار. ربنا يديم المعروف. بس المهم ما تهملش اسماعيل. ابقى شوق عليه برضو يا جاسر. ده غلبان. انا مش ممكن انسى الجميل اللي عليا. داواني بعد ما طلعت من السجن. طول عمرك شهم. اسماعيل موجود؟ لا مش موجود. راجل البيت ومش موجود، يبقى انت لزومك ايه؟ ولا انت واخدها حلوانه بسلوانه؟ بتهربي مني ليه؟ هو منبه عليكي؟ اسماعيل ما بيتكلمش. امال ليه مش عايزاني اشوفك؟ ايه عن امال؟ انا بحبك، مفيش حاجه هتمنعني عنك. انا متجوزه. دلوقتي متجوزه؟ بعد اللي حصل بينا؟ وايه اللي حصل بينا؟ ولا حاجه. عندك انت ولا حاجه، لكن عندي انا كل حاجه. أنا من يومي وأنا عايش في الجحيم، مش هسيبك أبدا، أبدا. عقل النار. أبدا. ابعد يا جاسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبسوط يا عم؟ أدي أنت بقيت ريس المحضر. البركة فيك يا ريس علان.
انت اصلك جدع وتستاهل كل خير. ليه عندك طلب يا ريس علان؟ اؤمر. واذا كان بايدي من عينيا الاثنين. كلمتين بيني وبينك. اه طيب سيبنا شويه يا عبد المسيح. خير يا جاسم. انا طالب ايد صالح حبيبتك وعاوز منك كلمه دلوقتي. والله يا ابني الحلال ما فيهوش عيب. يعني موافق؟ وانا هلاقي اعز منك يا جاسر. مبروك. الله يبارك فيك. مين اللي دل جاسر على صالح؟ وهو اللي زي جاسر عايز حد يدله. يعني ما جابش سيرتها قدامك قبل كده؟ ابدا. ما انت عارف يا ابن عمتي بنغزه اي حاجه تطلع في دماغه ويلا السلامه. ده ذوقه مجليط خالص. لو كنت اعرف انه ناوي ايه كنت لقيتي له واحده من بلدكم. مالها بلدنا يا اخوي؟ انا قلت حاجه زنت البلاد. بس كان ياخد واحده من طوبه تخدمه وترسمله. لكن صالحه؟ صالحه دي ايه نصيبه كده بقى يا نرجس؟ مبروك يا صالح. الله يبارك فيك. ولا ما عرفتش تنقي يا بت؟ يوهانا اللي نقيت هو اللي خطبني من ابويا. ما هو لازم كان بيحبك وحاطط عينه عليكي من زمان. من يوم ما سكن جارنا بس. اسم الله عليكي. دي انت الف راجل يتمناكي. بس جاسر هو البريم. طيب.
السلام عليكم. مساء الخير يا ست حميده. مساء النور يا سيد الرجاله. ايه اللي رمك علينا؟ جيت اتونس فيكي. وجاسر بيتونس بمين دلوقتي؟ بعروسته. الله، هو اتجوزها؟ امال، وعلى سنه الله ورسوله كمان. امال ايه بنت الري الشعلان على سن ورمح. شعلان؟ اه. طلحة؟ ما يعني طلحة؟ هو له غيرها؟ ادي ابني 50 ميم ال 16. شفتي؟ هو عرف مصلحته فين واتجوز بنت رئيس المحجر بتاعه. كنت فاكرة إن البحراوية رابطاه وملجماه. سيبت منه يا ست الكل وشوفي حبايبك دول كتير، ده يقولوا إنك غيرانة من جوازه. هو انا غيرانه وبس، ده انا عقلي شادد. وعندك 500 ميمي في 16. نعم. ايه؟ عايزك في كلمتين. هو انت لسه عندك كلام تاني؟ مش خلاص يا عبيطه؟ خلاص ايه؟ ده انا عملت كده عشان اعمل كل، كنت بحسبك تفهميها. يا اهدي اللي حفهمه. اما اخطب واحده زي صالحه محدش هيكلم علينا، فهمتي بقى؟ يا اخويا ما خلصنا. يا لهوي، مش ممكن ابدا. انا قلبي ما فيش حد غيرك. وهي صالحه عيبها ايه؟ لكن انا عاوزك انت، انت بس. يا خرابي، شيلني شيلني. اهي جت اهي. كنت فين يا نرجس؟ اصل رجلي انقطعت، انا عارفه انتوا بتجروا على ايه. هاي بتفكر في ايه؟ مش احسن من وابور الطحين والملاليم اللي بتاخدها؟ وانا مش فاهمني في شغل الحجاره يا جاسر، ده انا عمري حتى ما شفت محجر. الله، هو الحجار بتولد حجار؟ ما الناس كلها بتتعلم، ثم انا اللي هعلمك بنفسي. وانت هتلاقي احسن من بريمو يعلمك. اللي تشوفه يا جاسر. اتفقنا، وانا هعمل لك يوميه مكفيه علشان تريح نرجس من مشاوير السوق. انا قايم دلوقتي اتفق مع الراي الشعلان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مع شعلان. والله عملت طيب يا جاسر اللي شغلت اسمعك، ولو انه ما بيعرفش في شغل المحجر انما زي بعض وقاعدين تحت رعاه. اهم رد له جميل يا ريس شعلان. اصيل والله يا جاسر. لا 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 لا
اطلع. عاجبك كده يا جاسر؟ انا مش قلت لك ماليش دعوه بالشغلانه دي. معلش ما يقع الرصاص. اطلع اطلع. معاك ايه النهارده يا بنتي يا نرجس؟ معايا فضلة خير. بيه الكتاكيت فين امال؟ مش موعد ناس عليهم؟ ده كان زمان. كلام ايه؟ والناس اللي مستنيين؟ خليهم يستنوا. يعني الكتاكيت هترجع؟ ايه مين عارف. على كيفك يا نرجس، فوتك بعافيه. الله يعافيك. صباح الخير يا نرجس. ايه اللي جابك وراي؟ شوفي جبت لك ايه؟ ايه اللي جابك وراي؟ مشتاق لك قوي يا نرجس. مش انت اللي عايز كده؟ نفسي اغمض وافتح ولاقيكي معايا. انت سايب شغلك وجاي تقول لي الكلام ده في السوق؟ اعمل ايه؟ ما انا مش قادر اشوفه غير واسمعيه في المحضر. يا وصيبتي لحد ما احنا يروح يقول له. هو انا غريب يا نرجس؟ اللي في مخك هو اللي غريب يا جاسر. هو الحب غريب يا اخواتي. خدي ايسي. خليهولك، مش عايزه حاجه. انا عايز اشيل التكشيره اللي على وشك وبطلت بطنك. ما هو غصب عني يا جاسر، شغلانه الحجاره دي ماليش فيها. كلام فارغ، كل شيء بالتعليم. وانا دلوقتي هعلمك شغلانه توكلك عيش تمام. شايف الراجل اللي فوق ده؟ فرع يا ولد! مرحب جاسر! ده بيدق لغم، بنحط فيه ديناميت عشان نوقع الجبل. ده اجره كويس، ولما تعلى لفوق يعلى اجرك، تعلى يعلى معاك، تعلى زياده يعلى زياده. Thank you.
صباح نور. امال فين عم شعلان؟ سبق على المعدية. مالك يا سجاير؟ لا ولا حاجة. أنا أصلي من امبارح وأنا مسكني الرعشة. لا سلامتك. الله يسلمك. أما تريح نفسك النهاردة وبلاش من الشغل. المحجر ما يمشيش من غيري. والفطار؟ خليني لما أرجع. مع السلامة. هتتجوزيني يعني هتتجوزيني فاهمة؟ هو الجواز بالعافية. أيوة بالعافية. يفتح الله. نرجس أنا مش فاضل قدامي غير حاجة واحدة إني أقتلك. كل الناس هتتصعب علي. نرجس أنا بحبك. أنا جاسر. أنا البريمو. أهلا جاسر. كنت عايزك في حكاية كده يا ريس علان. خير يا جاسر يا ابني؟ ربنا يعلم قد إيه أنا محرج منك، إنما إيه اللي شغلك يا جاسر؟ انت عارف مرات المرحوم اسماعيل. ما انت شايف لوازمها ومكفيها اول باول. ده مش مهم يا ريس علان. ازاي بقى؟ المهم سمعتها ودي غريبه. قصدك ترجعها لاهلها؟ ما تبقاش مرجليه. امال ايه اللي انت شايفه؟ انا هطلب منك طلب وعارف انك هتقدر ظروفي. أنا عايزك تعفيني من فتح صالح. قصدك يعني؟ الطلب ده على عيني وراسي يا ريس شعلان. لكن ربنا قال الأقربون أولى بالمعروف. أداك العيب يا ياسر. والجواز اسمه نصيب. وأنت ابني زي ما صالحة بنتي. ومصلحتنا كلنا واحدة. بس ما تزعلش مني. أنت هتستر عرض واحدة بقت مننا برضه. والحلال ما فيهوش عيب يا جاسر.
السلام عليكم. وعليكم. زي الشغل يا عبد المسيح؟ زي الزفت. ليه؟ في ايه؟ جاسر لسه ما جاش. تاني؟ الشغل متعطل والسواقين عاوزين يحسبوا اليومية علينا. معلش. الغايب حجته معاه. ولما يجي أنا ليا معاه كلام تاني. فكري فيها نرجس. في اسماعيل. ايه اللي خلاكي تفكري فيه دلوقتي؟ بتبصيلي كده ليه؟ علشان انت اللي قتلته. اسماعيل طول عمره في الله. ملوش في المحاجر وتكسير الحجارة. لو ما كنتش انت شغلت الشغلة دي ما كانش مات. نصيبه كده. وانت كمان نصيبك كده. نصيبك نرجس. مبروك يا عريس. هما اللي بيتجوزوا بيداروا عن حبايبهم. ايه اللي جابك هنا؟ جيت ابارك لك. روحي لحالك. مستكتر تقف معايا شويه؟ ولا يعني انا مش زي غيري؟ عايزه ايه؟ صعبان عليا البت المسكينه صالحه. امال ليه كنت بتقرا فتحتها؟ ولا يعني كانت لعبه وخالد؟ وانت مالك؟ صحيح انا مالي. راح اللي راح يا خوفي من اللي جاي. انا جاسر. لا خاف من اللي راح ولا خاف من اللي جاي. حطيت صوابعك في الشق والشق جواه حيه سمها والقبر. ما انتش حاسس بالسم اللي بيهرف بدنك؟ انت اللي الغيله بتهري قلبك. من مين يا حسر؟ من البحراويه؟ بكره تندم وتقول انها ما كانتش تستاهل اللي عملته عشانها. ده انت لو ربطتها في رجل السرير هترجع من شغلك لا تلاقيها ولا تلاقي السرير. عجبني. Thank you.
البريمو خايب. معلش تعيش وتاخد غيرها. اسماعيل مش انت اللي هتوكليني، انا اللي اوكلك. انا هشتغل هشتغل. تشتغل ازاي وانت اعمى؟ قولي بقى اعمى. يا نرجس انا البريمو، انا البريمو يا نرجس. هشتغل يعني هشتغل. هات خبز. انا راجل البيت، انا اللي اصرف على البيت، مش انت اللي تصرفي. ارجعتني المقدر يا جاسر. المقدر انك انت تنزلي السوق وتجيبي الخضار واللحمه. انا مش اسماعيل. خرجتي من باب البيت هشرب من دمك، هشرب من دمك.
لكم كده برضو؟ مش هتعلموا تعملوا حاجه من غير البريمو. احترموا من غير جاسر ما تسووش بطلك. جاسر هو البريمو، جاسر هو البريمو، جاسر هو البريمو، 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 البريمو. نرجس، 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 نرجس. انت زعلانه عشان ربك. سامحيني، انا من يوم ما اتحميت وانا مش واعي. انا بحبك، بحبك نرجس، بحبك. انت مين؟ انا حميده يا جاسر. ايه اللي جابك هنا؟ جاي اخدك عندي. بس انا متجوز. عارفه، بس مش عارفه اني بحب مراتي. غلط، غلط يا جاسر، كل اللي عملته غلط. وانت رايك معي؟ عشان بحبك. وانا ما بحبكيش. أنا بحب نرجس، بس نرجس. ونرجس ما بتحبكش. ما تعملي. سابتك ومشيت، هجرتك بعد ما تعميت. خلاص يا بقى. بيان، بيان، الشارع، طلع، طلع. هطلع برا. هستناك يا جاسر، هستناك. حبيت تدور عليها تعالى وانا دلك، هتلاقيها عند خميس شيخ الغفر. واذا حبيت تدور عليها تعالى وانا دلك، هتلاقيها عند خميس شيخ الغفر. تيجي يا نرجس، انت خايفه مني ولا ايه؟ بقى ده اسمه كلام؟ ده المثل بيقول طباخ السم بيدوه، لكن انا بقول طباخ الحلو بيدوه. حلو؟ هو فين الحلو ده؟ ده انا سم، بس انت ما انتش واخد بالك. هموت في السم. يا عيني، يا عيني على الشعر الحرير اللي على الخدود يهفف. يا اخواتي، ايه ده كله؟ ده لهم حق يدوب كتاكيتك. ده انا طلعت مغفل كبير. ابعتك لديه ولديه يشتروا منك وانا ما اشتريش. انا اشتري بعضو. بتبكي؟ ابدا. وايه يفيد البكا؟ مالك يا نرجس؟ في حاجة؟ أنا لا سمح الله زعلتك؟ اتكلمي فضفضي على اللي في قلبي. قلبي؟ هو فين قلبي؟ ده أنا عايش العمر كله من غير قلب. أهو شكلي والسلام. ليه هو اللي شكلي والسلام؟ طب ده شكلك حلو وحلاوي.
ما هيش على حد ابدا. عاجبكم يا خميس، لكن مش عاجبه نفسي. انا اللي شايفه جوايا لوحدي، شايفه المر ينضح مر. من يوم كنت عيل عايقه وبحب الشبرقه، ولما جالي اسماعيل متريش قلت جوزه لي ياما، ده راجل كسيب. ولما راحت فلوسه لا عارف يروح ولا يجي، وبقيت انا اللي عليه من عرقي، من بيع الكتاكيت يا خميس، من بيع الكتاكيت. وطلع لي جسر في البخت، قلت ده هيعوضني عن اللي راح. اما هو نفسه راح، فقد نظر. حكمتك يا رب، حكمتك. مين عارف عمل ايه في دنيتي؟ احب على ايدك يا خميس وعتاقي. انا بدي اموت تايبه، بدي اموت تايبه، بدي اموت تايبه. تايبه انت يا نرجس؟ ايوه. كلام ايه اللي بتقوليه دي؟ ايه، ربنا مش هيقبلها مني؟ ولا انت مستخطر عليا التوب؟ هو انا مش روح ربنا خالقها؟ وهو هو مش بيقبل التوبه من الكل؟ اشمعنى انا؟ اتكلم يا خميس، اشمعنى انا؟ طب تعالي نامي، تعالي. ايوه احسدني، ما تلمسنيش. انا شوق، شوق مع الكل. كل اللي قرب مني بيتحرق، كلهم اتحرقوا وماتوا وفقدوا نظرهم. انا شوق، ما انا شوق، ما انا شوق، ما انا شوق. شو مين اللي بخبط؟ انا عارف عايزين ايه دلوقتي. انت مش عارف عايزين ايه يا خميس. عايزيني انا، عايزين كتاكيت. قول لهم ان الكتاكيت مات، وصاحبة الكتاكيت كمان مات. نعم. مش انت برضه لازم يا خميس؟ هو انا بس مش فاضي. عم خميس، نرجس، نرجس، ردي علي، ردي، ما كانش قصدي، نرجس، 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 نرجس. Oh.
أنا البريمو، أنا البريمو هناك.